الشحات محمد انور القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن كل نفس ذائقة الموت كل نفس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء
فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يلقون الله
الذين يذكرون الله واختلاف الليل والنهار لا
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتك وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكذا إخوة الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الصوتية الأنوار الكهربائية برد أولاد البهاري والحاج رضا سيد بميت العامل مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد جاد المقيمين بميت العامل الخدمة المنطقية الممتازة إدارة المتر دار النجولي المقيم بالحصينة مركز سنبلاوي. شكرا الله سعيكم جميعا.